ضجة وذعر، هل وصل الدبور القاتل إلى الكويت؟ سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ تداول مغردون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يزعمون أنها للدبور القاتل، مدعين وصوله إلى الكويت. والدبور الآسيوي العملاق القاتل معروف بعدوانيته ولسعاته الخطرة على الإنسان وقدرته على تدمير مستعمرة كاملة من نحل العسل. ويبلغ طول الدبور الآسيوي الذي يحمل علامات برتقالية وسوداء وإبر لسع طويلة أكثر من 5 سنتيمترات، وهو من أكبر الدبابير في العالم، وقد أطلق عليها الباحثون في جامعة ولاية واشنطن اسم الدبابير القاتلة لأن لدغتها تزهق روح البشر. وتصدر واسم الدبور القاتل قائمة الترند بتويتر في الكويت، حيث انتشرت بعض الفيديوهات قال ناشروها إنها للدبور القاتل في الكويت، لكن تبين أن المتداول هو إشاعة وأن المنتشر هو دبور الطين غير العدائي للإنسان. ونفت الهيئة العامة للبيئة في الكويت صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول انتشار الدبور الآسيوي القاتل في البلاد. وكتبت الهيئة في تغريدة على تويتر إن الفيديو الذي تم تداوله يعود للعام 2019، وهو توثيق من الهيئة لانتشار الدبور الطيني وليس الآسيوي القاتل، وأكدت أن الدبور الطيني غير عدائي للإنسان. يأتي تداول هذه الإشاعة مع دخول الحظر الشامل الذي أعلنته الحكومة الكويتية لمواجهة تفشي فيروس كورونا يومه الثاني على التوالي، ويستمر حتى نهاية أيار مايو. وتعيش الدبابير العملاقة عادة في غابات شرق آسيا وجنوب شرقها وفي جبالها المنخفضة، وهي تتغذى عادة بالحشرات الكبيرة بما فيها الدبابير والنحل. وتبدأ دورة حياة الدبابير الآسيوية في نيسان عندما تستيقظ من سباتها، وتتغذى على الفواكه والنسغ الموجودة في خلايا لحاء الأشجار، وتبني جحورها في أوكار تحت الأرض. وتعتبر الدبابير أكثر أذن عند أواخر فصل الصيف وبحلول فصل الخريف، إذ أنها تهاجم خلايا نحل العسل وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقات النحل وشرانقه. أما لدغاتها فهي كبيرة ومؤلمة، وسمها قوي يعادل 7 أضعاف سم النحلة، ويمكن للسعاتها أن تخترق الملابس الواقية التي يرتديها النحالون عادة وقتل الإنسان حتى الأشخاص الذين لا يعانون من الحساسية. نتمنى لكم السلامة من جميع الأخطار. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.